من بوابة الربوعة يسعى الحوثيون لمغادرة الحرج الناجم عن إعلان وزيري الخارجية والدفاع السعوديين وجود وفد حوثي في الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب السعودي لإنهاء الصراع على المناطق الحدودية. الوفد الحوثي في الرياض مستمر في المفاوضات المبنية على خطوات التهدئة والتفاهمات التي أعلن عنها الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام عقب عملية تبادل الأسرى قبل أكثر من أسبوع. لا أحد يعرف حتى الآن فحوى الاتفاق السعودي الحوثي بالرغم من التطمينات السعودية التي أعلن عنها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي وصفها بالمطمئنة. نرحب بموافقة الأطراف اليمنية في عقد مفاوضات بينهما في الكويت في الشهر هذا، ونحن نأمل أن تصل هذه المفاوضات أو التشاورات إلى حل يؤدي إلى الأمن والاستقرار في اليمن ويؤدي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216. الموقف الحوثي ما زال غامضا حول تلك المفاوضات، ولم يصدر تأكيد أو نفي بخصوصها من الحوثيين. كان ينظر للتفاهمات على الحدود بأنها تمهد لملف التفاوض في الكويت وإقفال للتوتر الحدودي الذي لطالما كان الملف الأكثر إزعاجا للسعودية. عودة التوتر للحدود يمكن قراءته في سياق الاحتجاج الحوثي على تعيين الفريق علي محسن في منصب نائب رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الحرج، وهو ما قد يعني إحساس الحوثيين بأنهم وقعوا في الخديعة، وبالتالي تراجع أي فرص لوجود حل سياسي يناسب الميليشيا ويضمن لها التفوق، وهو يكشف مدى التخوف عن أن وجود محسن في هذا المنصب يعني تعزيز خيار الحسم العسكري بعد نجاح السعودية في تأمين حدودها بتوقيع اتفاق مع الحوثيين. غير أن موقف الحوثيين تغير تماما وعاودوا مهاجمة المناطق الحدودية، وبحسب المصادر الإعلامية السعودية فقد شهدت منطقة الربوعة يوم أمس أعنف مواجهات بين الطرفين، حيث أعلنت قناة الإخبارية السعودية مقتل أكثر من 100 حوثي في تلك المعارك بعد عملية هجوم واسعة شنها الحوثيون، وهو ما يهدد الهدنة التي أعلن عنها في 8 مارس الماضي بوساطة شخصيات قبلية واجتماعية يمنية. بات واضحا أنه لا يمكن إيجاد حل جزئي للأزمة اليمنية، وأن ما يحدث في الحدود ينعكس بالضرورة على الأوضاع في العمق اليمني، وأنه لا يمكن إطفاء الحرائق إلا بكنترول موحد يشمل الداخل قبل الخارج.